للأسف من بعض السلبيات اللي واجهتها في المجلس السابق لما مازن الجراح قال عن وصف السلطة التشريعية بأنهم مناديب وما ينجحون إلا بهذا الشكل، ما أنا في اعتقادي ما خصص المجلس السابق فقط، أنا ما أدري شو النوايا، ولكن هو قال عضو مجلس الأمة ما ينجح إلا بهذه الطريقة إنه يخلص معاملات، فأنا خذتني الغارية على هذا الدستور على هذه السلطة، وقمت في المجلس وتكلمت وقلت وجهت سؤال الكلام لوزير الداخلية بأن مازن الجراح مسؤول في حكومة مسؤول في وزارة الداخلية، على أي أساس وبأي حق يتدخل في أمور سياسية، وعلى أي أساس وأي حق يتكلم عن أعضاء مجلس الأمة بأنهم مناديب ويصفهم بهذا الوصف، وهو أهان السلطة التشريعية وأهان الدستور، وهذا كلام قلته أنا كامل وموجود غير مجتزأ في بعض موجود في حسابي في اليوتيوب، في البعض يمكن اجتزأ وحور الكلام ما هو صحيح، ولكن أنا أخذتني الغارية على هذه المؤسسة، ولكن للأسف التفت حواليني ما لقيت أحد ينصرني ويؤيد كلامي، بالعكس في من بعضهم قام وراح يتغدى وفي بعضهم قام خوفا على مصالحه، ويعني في البعض قال لي هذا الكلام بصريح العبارة إنه احنا اهم ما عندنا شغلنا يمشي ما نبي نخسر يعني هذه الحكومة او هذه الوزارة. ووجهت سؤال وسؤالي ما كان مقصور على كلمة مازن الجراح مناديب، سؤالي كان مقصور يحتوي اكثر من محور، موضوع المناديب محور، موضوع استفزاز الشعب انه يقول ويطلع ويتكلم على سحب الجنازي، وسؤال موجود ومنشور، مازن الجراح على أساس يطلع في الإعلام ويتكلم في أمور سياسية وغير سياسية وأمور تهم المواطنين وأمور تخص المؤسسة التشريعية، كله سؤال تقريبا من 7-8 بنود، فما كان هذا دليل أن أنا غير موافق على دور الحكومة وفيما تقوم فيه في قانون البصمة الوراثية، وإني غير موافق على البصمة الوراثية، ولأن أنا رفضت هذه الممارسات ورفضت شخص في الحكومة يطلع ويدلي في هذه التصريحات ويستفز الشعب ويستفز مجلس الأمة، وهذا اللي يعني خلاني أقوم وأتكلم وأقدم هذا السؤال.